Understand Email Enumeration، إزاي أقدر أجمع الإيميلز من على الإنترنت عن طريق محركات البحث، بمعنى إن عندي تولز اسمها The Harvester. التولز دي بتقدر إن هي تعمل سيرش على محرك البحث عن دومين معين، وكل الإيميلز اللي هتطلع هي هتجمعها لي وهتظهرها لي، وهي بتقدر تجيب الإيميلز والهوستس تبع دومين معين. لو رحت كده على الباك تراك 5R3، هروح على Applications Back Track Vulnerability Assessment Web Application Assessment Web Open Source Assessment، هلاقي عندي Tools The Harvester، أو ممكن أجيبها من على البوست ده. هقول له The Harvester داش جي الدومين بتاعي داش ال الليمت اللي هيبتدي التولز اللي اسمها هيرفستر تسيرش فيه، بمعنى ان انت حضرتك لما بتكتب في جوجل اي حاجه بيطلع لك ريزلت، انت هتاخد اول ولا تاني ولا تالت. انا بقول له سيرش في اول 500 ريزلت داش بي في محرك البحث جوجل، هيبتدي يسيرش. هنشغل الميت اسبلويت لحد ما يخلص. احنا دلوقتي في الاول هنتعامل مع الميت اسبلويت كوماند. هروح على اكسبلويتيشن تولز، نتورك اكسبلويتيشن تولز، ميت اسبلويت فريم ورك، وهقول له ام اس اف كونسول. بتاخد وقت شويه قبل ما بتحمل. فعلا جاب لي 3 ايميلز هنا، وبيبتدي يسيرش على الهوست. هنشوف ازاي هنجمع الايميلز من عن طريق الميت اسبلويت. هبتدي اقول له سيرش ايميل، هبتدي يجيب لي كل الموديولز اللي فيها الايميل. هبتدي اقول له انا عايز الموديولز ده اكسلري جيزر سيرش ايميل كوليكتور. عايز بقى اقول له انا عايز الموديولز ده، انا عايز التولز دي بس. هقول له يوز واحط له اسم الموديولز. هبتدي اقول له انفو، هيظهر لي الخصائص. عايز اقول له في الدومين حط لي مثلا مايكروسوفت، فهقول له سيت دومين، واقول له مايكروسوفت دوت كوم. انت اوريدي عايز تسيرش بينج جوجل ياهو، هي كلها واخدة ترو، تمام كده. هقول له run، هيبتدي harvesting emails، وهيبتدي يجيب لي الايميلز زي ما احنا شايفين. the harvester جابت 3 ايميلز، وجابت الهوست ده كل الهوست ومعاه الاي بي بتاعه. ونخلي بالنا ان احنا عملنا سيرش في جوجل بس، لكن هنا هيسيرش في 3 محرك بحث. وزي ما احنا شايفين بعد ما خلص كل دي ايميلز جابها، تمام كده. يبقى احنا بعد ما شغلنا الميتا سبلويت، رحت قلت له بعد اذنك عايز اسيرش على اي موديولز فيه كلمة ايميل، فجاب لي كل الموديولز اللي فيها كلمة ايميل. انا خدت الموديول الخاص اللي انا عايزه بعملية كوليكتورز ايميل، فابتديت اقول له اكسلري جيزر سيرش ايميل كوليكتورز. وحضرتك لو حافظ الامر ده تقدر تكتبه على طول. عايز اقول له اختار الموديول ده، فقلت له عايز يوز، وحطيت له الموديول بتاعي. ابتدى يقول لي اوكي انت دخلت جوه الموديول بتاعك. قلت له طب انفو وريني كده الخصائص بتاعته. ظهرت الخصائص بتاعته،
قلت له طب حط لي في الدومين ست دومين، الدومين اللي انت عايزه، لو عايز تقفل اي حاجة فيهم بتقول له ست سيرش بينج فولس او تسيبها ترو براحتك، وبعد كده تقول له ران، هيبتدي هو يسيرش ويجيب لك النتيجة. وبعد ما شفنا ذا هارفستر تولز وشفنا ازاي نعمل كوليكتورز ايميلز بالميتا سبلويت، تعالوا كده نشوف تولز رائعه اسمها ملتيجو. ملتيجو من التولز الرائعه جدا في كوليكتورز ايميل، كوليكتور سب دومين، كوليكتورز ريكورد دي ان اس، بتقدر ان هي تجمع معلومات على قد المعلومات اللي معاك، وهي دي الميزه اللي فيها بمنتهى السهوله. لو رحنا على الباك تراك ابلكيشنز، باك تراك انفورميشن جاذرنج نتورك اناليسز دي ان اس اناليسز ملتيجو، تاني جبناها منين؟ ابلكيشنز باك تراك انفورميشن جاذرنج نتورك اناليسز دي ان اس اناليسز ملتيجو. تحتاج بس تعمل ريجستريشن على الويب سايت بتاعها، وبتحط يوزر نيم والباسورد وانت بتشغلها اول مره. هيطلع لي ويزرد جميله كده، هيسالني يقول لي الانفورميشن اللي معاك ايه والليفل اللي انت عايزني اسيرش عليه ايه. لو قلت له مثلا معايا company هقول له microsoft.com finish، هيبتدي يسيرش ويحاول يجيب ايميلز ويجيب سب دومين وكل المعلومات اللي هيلاقيها في طريقه هيبتدي يجمعها لي. النسخه دي evaluation community فهي ما بيقدرش يجيب اكتر من 12 ريزلت، لكن لو حضرتك اشتريت البرايمري تقدر تجيب unlimited. ابتدى زي ما احنا شايفين جاب لي الدومين اللي اسمه مايكروسوفت، في منه الايميلز دي، هقدر ان انا ادلتها. ادلت الايميلز دي، هشوف المعلومات اللي معايا ايه. انا معايا دومين ولا معاك ام اكس ريكورد ولا معاك ان اس ريكورد، ايه المعلومات اللي معاك؟ هنفترض ان انا معايا دومين، فهحط الدومين بتاعي هنا كده وهاجي ادوس عليه، وهاجي هنا احط الدومين اللي انا عايزه، ولنفترض vodafone.com وادوس انتر، هاجي على الدومين نفسه كليك يمين ران ترانسفورم، وهقول له اول transforms yes، تقدر بالسكرول بتاعت الماوس تزوم ان وتزوم اوت. والميزه كمان ان انت لما تبقى الدنيا كبيره تزوم اوت، وهتلاقي عندك هنا ماب للكالر بيقول لحضرتك اللونه فوشيا ده ان اس ريكورد، اللي لونه بنفسجي ده ويب سايت، اللونه بيج ده ايميل ادرس، زي ما احنا شايفين الماب اللونه اخضر ده دي ان اس نيم دي ان اس سيرفر. اوريدي ازوم ان، عندي هنا ايميلز وعندي دومينز وعندي كمان سيرفر زي ما احنا شايفين. طب لو جيت على ايميل منهم ولنفترض كارير، كليك يمين ران ترانسفورم اول ترانسفورم يس، شايفين الميل اللي اسمه كارير جه منه ايه اهو، عايز بس باين لكم الموضوع، ارقام تليفونات وايميلز تانية مرتبطة بيه ودومين تاني زي ما احنا شايفين وجوب ان ايجيبت. اكتر من رائعة، اقدر اجي على اي سيرفر او اي ايميل واخليه سيرش، ونفترض الايميل ده ران ترانسفورم اول ترانسفورم يس،
تقدر تزوم ان كده وتشوف الانفورميشن اللي انت عايزها وتتحرك زي ما انت عايز. واللي بيسهل عليك موضوع قلنا الكالر ماب اللي موجود هنا، اداة اكتر من رائعة وبتقدر توظفها بحسب المعلومات اللي معاك زي ما احنا شايفين. كل دي انفورميشن حسب الانفورميشن اللي معاك، معاك ايميل ادرس، معاك ايميج، معاك ايه بالظبط، معاك فون نمبر، على قد المعلومات اللي معاك تقدر انت تحاول تجيب من خلالها معلومات تانية مرتبطة بيها. بعد كده عندنا understand people search، ازاي نقدر نبحث عن شخص معين. هقول لحضرتك تقدر تبحث من على موقع بيبل او تقدر تدور عليه على السوشيال ميديا اللي هي تويتر وفيسبوك. طيب لو روحنا كده على بيبل هحط whatever مثلا خالد اليماني، جابولي هو فعلا لينكد ان بروفايل بتاعه، ادي الانفورميشن بتاعته. ممكن نروح على جوجل، فيسبوك، نكتب خالد اليماني، مش هو ده اهو، ادي الانفورميشن بتاعته. شوف كده فيش رقم تليفون، تمام. تقدر كمان تكتب تويتر وتحاول تجيب الانفورميشن اللي انت عايزها. طيب لو معاك رقم تليفون وعايز تعرف بتاع مين الرقم ده او عايز تتأكد، عندنا ويب سايت اسمه ترو كولر، هو عامل برنامج بينزل على الموبايلز، بيقدر كمان واي حد بيتصل بيك بس لازم تكون مكونكت على الانترنت، يقدر ان هو يسيرش في الداتابيز عنده ويقول لك اسمه حتى لو ما كنتش مسجله في الكونتاكت عندك. بس احنا هنجربه دلوقتي على الويب سايت. ترو كولر هحط مثلا 010 50 190 6، انتر. قال لي ده بتاع اكاونت اسمه عاطف منسي من مصر، وادي رقم الموبايل، تمام كده. understand ميتا داتا كوليكتور، والمقصود بالميتا داتا كوليكتور هو ان انا اقدر اجمع معلومات من الفايلز باختلاف انواعها، ممكن تكون وورد، ممكن تكون اكسل، ممكن تكون بي دي اف، ممكن تكون حتى كمان ايمج، اقدر ان انا اجمع منها معلومات تساعدني في عملية الانفورميشن جاذرنج اللي انا بعملها. اقدر اجيب منها يوزر نيم، اقدر اجيب منها ايميلز، اقدر اجيب منها اوبريتنج سيستم، اقدر اجيب منها ابلكيشن، اقدر اجيب منها معلومات هتساعدني كتير. اقدر اطبق العملية دي اكسترنال من بره المكان اللي انا بعمله بنتستنج من خلال الانترنت، او كمان اقدر اعملها على الدوكيومنتيشن فايل بتاعه الشركه واشوف المعلومات اللي هقدر اوصل لها. عندي اتنين تولز من اشهر التولز اللي بتقدر تعمل الموضوع ده، عندي الميتا جوفل وعندي الفوكا. لو شفنا ميتا جوفل اللي هي موجوده على نسخه الباك تراك 5، اروح على الباش تيرمينال، اروح على الروت، اروح على بين تيست انيميريشن جوجل، هلاقي عندي الميتا جوفل. لو قلت له ls هشوف الفايلز بتاعت التولز بتاعتي. لو حضرتك طبقت العمليه اللي احنا هنشوفها دلوقتي ولقيت فيه ايرور، هتحتاج بس ان انت تعدل في كود معين. حضرتك هتروح كمبيوتر
بنتست جوجل، هتروح على الفايل اللي اسمه downloader.py، هتلاقي فيه في الكود رقم 4 مكتوب كده، انت هتبدله بالكود ده. وهتقفل وهتسيف. اوكي كده، ده في حالة لو انت لقيت ايرور ما تيجي تطبق العملية اللي احنا هنعملها دلوقتي. طب يلا بينا كده نجرب التولز بتاعتنا. هقول لحضرتك انا عايز اجيب الفايلز اللي موجودة على موقع مايكروسوفت، ويبتدي ان هو يسيرش جواها ويشوف هيقدر يجيب لنا ايه معلومات. هبتدي اقول له الميتا جوفل، دوست انتر، ابتدى يديني الاوبشنز بتاعتي. هقول لحضرتك تعالى كده نشوف، بكتب التولز بتاعتي ميتا جوفل دوت بي واي داش دي، بحط له الدومين اللي انا عايز اسيرش من عليه، وانا افترض هيبقى مايكروسوفت داش تي، بيبقى فايل تايب بتاعي انو داش ال، هو هيسيرش في جوجل وهياخد من اول كام ريزلت هيظهر له، داش ان هيعمل داونلود لكام فايل، داش او هيخرج الداتا اللي هيلاقيها في فولدر مكانه فين، داش اف ده للريبورت اللي هيطلعه اسمه ايه، هيطلع اسمه results dot html. طب لو خدنا الامر ده كده زي ما احنا شايفين هيبتدي يسيرش، ابتدى يعمل داونلود للفايل، في فايل هتعمل معانا ايرور، في فايل هتنزل. نكمل بعد ما يخلص، وبعد ما خلص زي ما احنا شايفين كده جاب مجموعة كبيرة من الايميلز. طبعا خد وقت كبير لان احنا كنا عاملين ان هو يداونلود 50 فايل وورد و50 فايل بي دي اف، وجاب لي الفيرجن بتاع ملفات الوورد، وجاب لي ابلكيشن زي ما احنا شايفين. وادي الايميلز اللي هو جابها. لو شفنا الفايل اللي هو عمل لها داونلود، زي ما احنا شايفين ادي الفايلز بتاعت الوورد والبي دي اف، تمام كده. لو شفنا فوكا تولز، فوكا تولز هي ويندوز تولز، نروح لنسخة السيفن بتاعتنا، هنعمل لها سيت اب. هي بتحتاج نت فريم ورك وكريستال ريبورت، هي بتعمل لها داونلود وهي بتنزل، وهتلاقوا التولز في الاسطوانه. هبتدي اقول له بروجكت نيو بروجكت، هبتدي اقول له مثلا microsoft.com، هبتدي اقول له اعمل فولدر هنا كده مثلا، او ممكن واحنا اقول ديسكتوب نيو مايكروسوفت، احط فيه الفايل اللي هعمل لها داونلود، هبتدي اقول له كرييت، قال لي هتسيف البروجكت بتاعك فين، هقول له في نفس الفايل اللي هيعمل داونلود سيف، تمام كده. هيسيرش في جوجل وفي بينج وكمان في محركات بحث تانية، اقول له سيرش. هيحط بس في الالترنيت نيم جزء كده هو هيحتاجه في عملية السيرش.
زي ما احنا شايفين تحت هنا سيرش دو ان جوجل ويب. ابتدى يلاقي فايلز هاجي على اي فايل وكليك يمين داونلود اول اعمل داونلود. كل ما طبعا ما عدد الفايل زاد كل ما كان النتائج اكتر. عايزينه بس ياخد شوية فايلز بحيث ان احنا نعرف نجيب معلومات. هاجي على اي فايل فيهم كليك يمين اقول اكستراكت اول ميتا داتا. هبتدي اجي هنا على الميتا داتا واشوف عندي الانفورميشن اللي ابتدى يجيبها. جاب ايميل واحد، جاب 9 يوزر، جاب 12 فولدر او 12 مكان جاب من الفولدر دي، جاب السوفت وير مايكروسوفت اكس بي اوفيس واوفيس عادي لسه محددش نوعه، جاب 2 اوبريتنج سيستم ويندوز 2000 واكس بي. جاب لي هنا السيرفر وادي اي بي بتاعها نيم الاي بي. طبعا كل ما كترت الفايل كل ما الانفورميشن زادت وبياخد وقت برضو، وكده برضو بيساعدني في عملية الانفورميشن جاذرينج ان هو بتدي يديني معلومات ممكن تكون بداية خيط ليا. هنتعرف دلوقتي على طريقة عمل التريس روت. والتريس روت هي المقصود بيها ازاي بيتنقل الداتا ما بينك وما بين الديستنيشن، بمعنى ان انت عايز تعرف هي الداتا دي بتمشي ازاي، بتعدي على كام نيكست هوب، والنيكست هوب المقصود بيها على كام راوتر بيعمل عملية راوتنج للداتا للراوتر اللي بعده، والراوتر اللي بعده بيعمل عملية راوتنج للداتا للراوتر اللي بعده، واتيفر هما كان معمل لهم ستاتيك روت او دايناميك روت. احنا عايزين نعمل ديتكت ازاي الترافيك بيمشي في الوان كونكشن، وبنقدر نستفيد من الخاصية دي كمان لو احنا بنعمل بنتريشن تيستنج لشبكة في شركة والشركة دي كبيرة وليها فروع. انا اقدر اعمل ديتكت للفروع دي واعرف السبنت بتاعها تقريبا واقدر اوصل لاماكنها. عندنا تولز اسمها تريس روت في الباك تراك او في نسخ اللينكس عامة. لو رحنا على الباش تيرمينال تريس روت www.google.com لو عندنا فايروول، في بعض الفايروول بتقدر تمنع التول زي تريس روت. دلوقتي الفايروول بيعملها ديتكت وبيمنع ان هو يديها اي انفورميشن زي ما احنا هنشوف. اوكي كده الفايروول منع الانفورميشن ان هي تظهر على تريس روت او ان الراوتر يدي انفورميشن للتولز اللي اسمها تريس روت. عندنا تولز اسمها تي سي بي تريس روت، بتقدر تتحايل على بعض الفاير وول لانها بتشتغل بالسين باكيت، وهنعرف في الموديول بتاع السكاننج هو ايه السين باكيت، فنقدر ان احنا ممكن نجرب ونشوف كده. هنقدر نعمل باي باس لفاير وول هو قدر يوصلني بالسيرفر
وقال لي ان هو اوبن بس، ما قدرش يجيب حاجة تانية. كان في بعض الطرق بنقدر نتحايل بيها على موضوع الفاير وول ده، زي التولز اللي اسمها زيرو تريس. كنا بنقدر ان احنا نلسن على الانترفيس بتاعنا ونفتح ترافيك او نفتح سيشن جيت اتش تي بي سيشن ما بيننا وما بين الديستنيشن، وتقدر زيرو تريس ان هي تشوف الموضوع ده. بس هو ملوش لازمه دلوقتي لان الفاير وول قدرت تديتكت كمان الطريقه دي وما بقتش تجيب نتيجه. لو رحنا على الويندوز نقدر نعمل الموضوع ده من على الويندوز، من عن طريق امر اسمه تريسارت، وتكتب الديستنيشن. وانا بشوف ان الويندوز في الحته دي اقوى شويه، بيقدر يعمل تريس لعدد راوترز اكبر زي ما احنا هنشوف كده. ابتدى يجيب لي النكست هوب الراوترز اللي بيقابلها في الترافيك عشان يوصل لموقع جوجل. طبعا في بعض الفاير وول ما بيقدرش ان هو يعرف الداتا، او هي ما بتردش عليه بالداتا فبيقدرش يعرف اي معلومات عنها. اي اس بي بتاعنا تي داتا، زي ما احنا شايفين كده خلاص تقريبا قرب يخلص. لو رحنا كده على نسخة الويندوز بتاعتنا عندنا مثلا تولز اسمها جي اي او سبايدر. التولز دي لذيذة شوية، فكرتها تقدر تبين لي الترافيك ماشي ازاي من المكان اللي انا فيه للديستنيشن اللي انا عايز اروح له على الطريق رسم على الخريطة. بس هي فكر التريس روت برضو نفس الكونسبت. خلص، وادي الداتا بتتنقل على الراوترز دي لحد ما توصل للجزء بتاع جوجل. زي ما احنا شايفين كده البرنامج بتاعنا، حضرتك بتكتب الديستنيشن بتاعك هنا، هيبتدي هو يسيرش عليه. نعمل زوم اوت، ده يقول لحضرتك اهو من ايجيبت، من الكساندري راح لحد يونايتد ستيتس كاليفورنيا لوس انجلوس. ممكن نجرب حاجة تاني، ندلت ده انه www.facebook.com. تقدر حضرتك تغير شكل الخريطة، ممكن تجيبها كده مقدرش يجيب الفيسبوك عشان الفاير وول اللي هو حاطه. الأوتلوك بتاع مايكروسوفت. في تولز تانية اسمها تروت برضو لذيذة، تقدر حضرتك تكتب الويب سايت اللي انت عايزه، ونفترض ياهو، وتدوس انتر. ابتدي يعمل لها تريس روت. جيب لك الانفورميشن بتاعتها. في تولز برضو جميلة اسمها فيزوال اي بي تريس. الميزة بتاعتها بتجيب لك كل راوتر البلد بتاعته فين،
كاليفورنيا يو اس اي. تي داتا في مصر يو اس اي. الديستنيشن بتاعنا هنا، ودي الراوترز اللي بتعدي عليها، والترافيك بيمشي في الطريق ده، بيعدي على البلاد دي عشان يوصل للسيرفر بتاعنا. Understand EXIF Viewer، والمقصود بيها ان انا اقدر اجمع معلومات من خلال صورة، من خلال فوتو اقدر اجيب منها معلومات، مثلا نوع الكاميرا اللي اتصورت بيها، اللينس بتاعتها قد ايه، حجم الفايل، نوع الكالرز، الكرييت بتاعها كان امتى. اقدر اعمل الموضوع ده من عن طريقين، من عن طريق ويب سايت او من عن طريق اد اونز على الفايرفوكس. اقدر ان انا اشوف الويب سايت الاول مثلا، تقدر حضرتك تديله يو ار ال او تديله فايل لوكال. انا هقول له مثلا الفايل ده الصورة دي كده، ابتدى يقول الكاميرا، ابتدى يقول اللينس، مفيش فلاش، التاريخ بتاعها، الفايل، نوع الألوان. طب لو رحت على الفايرفوكس كده مثلا، حضرتك هتروح على تولز اد اونز، هتيجي هنا وهتكتب اي اكس اي اف فيور، هتسيرش اول اد اونز هنا، هتقول له انستول. طبعا احنا مش ظاهر عشان احنا عاملين له انستول. وبعد كده تعمل ريستارت للبراوزر، وتيجي على اي صورة مثلا، نشوف نحاول نجيب نفس الصورة عشان نشوف نفس النتيجة. اهي نفس الصورة، كبر الصورة، اخش على الويب سايت الاصلي، ابتدى اداني انفورميشن اهو، قال لي نوع الكاميرا نفس الفكرة دي 700 مظبوط، لاست موديفاي او ادي اللينس، انفورميشن كتير زي ما احنا شايفين. وده المقصود بـ DXIF Viewer.